الخبر اولي عدى عن مشكلة نورمار ويا قمر الطاي. القصة بلشت يا حبايب النورمار نزل حلقته ويا لين من برنامجه الجديد، فبوح من الاسئلة سألت لين النورمار منو اكثر بنية او شخص من فريقك القديم انت ما كنت تحب التصوير وياه. فنورمار رد انه هذه البنية انا احبها بشكل عام كشخصية، ولكن بالتصوير هي بيض بحيث انه هي كل شوية تدوخ حسب ما هو نوعا ما مثل اللقطة. كثير قوي انا خايفة من صراحة حدا من فريقك القديم صورت معه. ليش فريق القديم؟ سوري انا بدي فريقك القديم، ما بدي اتدخل بهالشيء. من فريقك القديم كنت تصور معه، بس انت ما كنت تصور معه يمكن لانه كان نافعك. كان نافع؟ نافعك يعني بال ما كان نافع، انا كنت ما احب اصور معه لانه جدا بيض. هو جدا شخصيته حلوه. طيب ليش كنت بتصور وجدا معه؟ كنت مرتاح معه بس بالتصوير لا. اي طيب. لانه كل ما كل شوي اتوقع عرفت عاد. فمية بالمية هو عشان يقصد قمر الطائي. هذا خلى قمر الطائي تنزل هذا الستوري اللي تقول بيه انه صايرة موضة اي شخص تنزل مشاهداته يطلع يحكي عن الناس، وقصدها نورمار نزل مشاهداته حاليا فقاعد يطلع يحكي عليها. فكتبوا حبايب بالكومنتات هل انتوا يا نورمار ام يا قمر الطائي. بالاضافة يا حبايب انه قمر الطائي نزلت هذا الستوري حط بها اغنية اسمها اتنشن. راح اقولكم ترجمه الكلمات، لانه انت تقول انه انت بس تنزل تحتاج اتنشن ما ادري شنو، واضح كلماتها مقصوده نورمار، فواضح انه الكلام كله تضايقها. فاكتبوا لي بالكومنتات شو رايكم. وصلوا حبايبي وصلت المقطع، فاشتركوا باللايكات عشان يكون فيت زي ما قدمت القصص. احبكم وبس، مع السلامه.